مراغات الحمأة، يعني العربي صعب شوية. هي بالبلد يعني إيه؟ الكلب يتقيأ ويرجع يشم القيء بتاعه، والخنزيرة يحموها تتضايق تجري على الطينة تتبرخ في الطينة. يعني إيه؟ لا مؤاخذة، مش وش نظاف، يعني مش بتاع حاجة كويسة، مش نافع معاه يتعدل. فهنا ده اسمه ارتداد الحمق، يعني بيرتد، يعني واحد يمشي خطوة وبعدين يحن للخبطة. طب ما انت مشيت خطوة ما تكملها. هنا عشان كده يسمى حمقة، لأنه من الحماقة أن ترتد عن الصح. يعني بدل ارتداد هنا يعني تلف وترجع، بدل ماشي خطوة لقدام ترجعها ليه؟ تبقى أحمق ما تكمل. ارتداد الحمقى يقتلهم، يبقى عملهم هو اللي بيقتلهم. يبقى الإنسان يهلك باختياره، يهلك بعمله، يهلك بإصراره على الشر. وراحة الجهال تبيدهم، برضو حكمة تاني. الجاهل يطلب الراحة فقط، الحكيم لا يطلب الراحة. الجاهل عاوز يأكل ويشرب وينام ويتلذذ بالدنيا، جاهل، لأنه عارف أنه هيموت، وعارف أنه دي عيشة حيوانات، ما الحيوانات بعيشوا كده. فراحة الجهال تبيدهم، بينما الحكيم بيقول لا، أنا أتعب النهاردة وارتاح بكرة. النهاردة وقت تعب مش وقت راح، يومين هنقضيهم وهيخلصوا، خليني أعمل المظبوط. إيه المظبوط؟ أقرب من ربنا، أخاف ربنا، أحط كنز في السماء، أطلب ملكوت الله وبره، أحب الناس، أشترك مع المسيح في ملكوته، أجمع معاه. يبقى ده اختار التعب. اللي بيختار التعب لا يبات. التعب أشكال والوان، ما هو ترك الخطية متعب، ترك الخطية مش سهل برضه. إنك تمنع نفسك من الغضب أو الشهوة أو الإدانة، ما هي فيها مجهود، أبو مال، أنت اخترت التعب. خدمة الناس متعبة، بس انت اخترت التعب. الصوم والصلاة متعبين، بس انت اخترت التعب. واحد بقى لا عاوز يصلي ولا يصوم ولا يجاهد مع نفسه ولا يتعب مع ناس، يبقى راحة الجهال تبيده. أما المستمع لي فيسكن آمنا ويستريح من خوف الشر. يعني إيه؟ النهاردة في خوف وقلق مستمر أو كتر في الزمن ده، جزء منه أساسي هو سطحية العلاقة بربنا. بعد الناس عن ربنا بيخلي الناس خايفة، خايفة من الشر، خايفة من الأيام، خايفة من بشر زيهم، خايفة من المفاجآت، لأنه هو حاسس أنه ماشي غلط. لكن اللي ماشي صح حاسس أن ربنا في ظهره، فمش خايف. خايف ليه؟ ما هو ربنا مسؤول عنه وبيلم وراه، وهو متحامى في ربنا. فقليل الخوف. لما تلاقي خوف قلق زيادة في حياتك، إما ضعف إيمان أو قلة توبة أو الاتنين. يا ضعف إيمان يا قلة توبة، علاجها الصلاة، علاجها مزيد من التوبة والجهاد، فالقلق يروح. فهنا بيقول المستمع لي يسكن آمنا من الأمان. الأمان صفة ملازمة للتائب والمؤمن، الشخص اللي عنده إيمان بربنا وعنده توبة مستمرة، شخص جوه قلبه أمان. يستريح من خوف الشر، تلاقي الناس مرعوبة من الشر وهو يقول مش هيحصل حاجة وحشة، اللي معانا أقوى من اللي علينا، كل الأشياء تعمل معا للخير. يستريح من الخوف، لأن الخوف له عذاب، الخوف بيعذب الواحد، عذاب غير جسدي بس عذاب، لأنه مش عارف ينام، مش عارف يفكر، فمتعب نفسيا. ثم هو ده بسبب الخطيئة، بسبب البعد عن ربنا. المستمع لي يسكن آمنا ويستريح من خوف الشر. صح التاني، يا ابني إذا إن قبلت كلامي. خلي بالكوا، احنا قلنا الإصحاحات الأولى عنوانها الأساسي التحفيز على الحكم، الترغيب في الحكم. يعني الغرض الأساسي من الإصحاحات الأولى، يا ناس اطلبوا الحكمة، انشغلوا بيها، ركزوا فيها، اتعلموها، لأن هي دي طريق السماء. فهتلاقوا فيه معاني بتتكرر، والتكرار يعلم الشطار، والتكرار صفة للتعليم الإلهي عموما. يعني إيه؟ هل المسيح لو المجد كان بيقول كلام جديد على طول؟ لا،
كتير من كلام المسيح له المجد كان بيكرر حاجات قال، لأن الوصايا أغلبها حوالين محبة ربنا ومحبة الناس، لكن لأن الناس بتنسى محتاجة كل شوية يفكروها. إذن في تكرار، بس تكرار ممكن يكون بألفاظ أو معاني أو جمل جديدة، بس هي نفس المعاني برضو. عشان لو واحد قال لي مش دي شبه اللي قلناها من مرتين كده، اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك، هيرجع يقول يا ابني إن قبلت كلامي. طب ومال؟ أيوة قريب لنفس المعنى، لكن التكرار ده لأنه فيه إلحاح، زي ما ربنا قال لحوا علي في الصلاة، هو بيلح علينا بالصح. الحكمة بتلح، بتكرر. يا حبيبي أشكر، جرب بس حياة الشكر وشوف. يا ابني سامح. طب أنت مش مسامح، لازم هيقولك تاني وتالت وخامس وعاشر. يا حبيبي سامح أخوك. يبقى الإلحاح الإلهي مش غريب على ربنا، يقرع كما أن احنا بنقرع على بابه في الصلاة، هو كمان يقول أنا واقف على الباب وإيه وأقرع. أقرع يعني أنا كمان بعيد وزيد ولح عليكم. يا ابني إن قبلت كلام، بصوا التعبير المهذب ده، لو قبلت كلامي لهذه الدرجة، يعني ممكن واحد يقول له يا رب مش قابل كلامك، ممكن. إن قبلت كلام يعني لو حسيت أن أنا بقول كلام كويس، اقتنعت وخبأت وصاياي عندك، يبقى في قبول. وبعدين خطوة أعمق شوية أنك تعمل إيه؟ تخبي بقى، زي المزمور اللي بيقول خبأت كلامك في قلبي كي لا أخطئ إليك. يبقى الأول أنت بتقبل الكلام زي ما أنتوا قاعدين دلوقتي بتسمعوا الكلام، بعدين ممكن كلمة من دول تاخدها تخبيها جواك بقى، تقول لا أنا محتاج دي بقى، الكلمة دي أنا هخبيها، يعني هشتغل عليها، هركز فيها، هرجعها مع نفسي كل شوي، لأن واضح أن أنا عندي مشكلة في الحتة دي. إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك، خبيت وصاياي عندك، تعبير جميل. لأن هي الوصية تستخبى إزاي؟ هنا الوصية كأنها كنز. تصور واحد جاب لؤلؤة أو ألماظة أو حاجة غالية وقال لك إيه خبي دي عندك، لأن كلام ربنا لقالق غالي جدا، كنز، فالمفروض أنك تحطه في مكان وتقفل عليه وتبقى دايما حاول تطمن أنه في مكانه. خبأت كلام وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك إلى الفهم. يعني ودنك مفتوحة بتتعلم، بتميل ودانك، بتبقى عاوز تسمع أكتر، حتى لو بتسمع مرة تاني. في واحد يسمع الوعظة كذا مرة، هو لمؤاخذة مش غبي يعني، وفاهم، سواء حاسس أنه محتاج يسمعها كذا مرة عشان تثبت، مش شاطر كويس، أو يقرأ نفس الإصحاح لغاية ما يحفظه، شاطر. يبقى ده بيعمل إيه؟ بيميل ودنه. أميلي أذنك، الإنصات وميل الودن ده معناه تركيز شديد. وتعطف قلبك على الفهم، يعني بتحنن قلبك على الكلام، يعني زي اللي بيقول لنفسه صدق صدق الكلام ده مهم، ركز ركز الكلام ده مهم. تعطف قلبك يعني بتزق نفسك زق، بتحاول تقفل الحواس عن المشغوليات البطالة عشان تركز في المفيد اللي هيفرق معاك. إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، تهيألي قلنا مرتين اللي فاتوا مفتاح الحكمة هو طلب الحكمة، قلناها، نقولها تاني. بمعنى إيه؟ كلكم عاوزين تطلعوا من سفر الأمثال وأنا معاكم بحكم، نبقى حكماء عشان نبقى محسوبين مع العذار الحكيمات، لأنه من غير حكمة هنهلك، حتى لو إحنا متعمدين ممكن نهلك. طيب عاوز أبقى حكيم، أول حاجة قبل ما تقرأ كمان وتذاكر وتحفظ وتفكر وتراقب نفسك وتعمل كل اللي هنقوله، أنت المفروض ما تبطلش تقول يا رب اديني حكمة. ترفع صوتك إلى الفهم، يعني إيه؟ اللي بيرفع صوته ده العيل اللي بيزن، بيزن على ايه؟ على الرضعة، عاوز ياكل. فطالما هو بيزن مامته بتجري تأكله، او احنا بقى بنزن، ترفع صوتك يعني من جواك انت عمال تصرخ يا رب ناقصني حكمة، يا رب عاوز حكمة، اديني حكمة. الزن ده حلو قوي ومفيد جداً،
ترفع صوتك إلى الحكم أو إلى الفهم. إن دعوت المعرفة يعني بتدعيها، تفضلي يا معرفة ادخلي. دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم. إن طلبتها كالفضة، كل الناس بتحب تكسب.